وهو أول رئيس يلتزم ببناء كنيسة وكاتدرائية كبيرة ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من هذه الإنجازات اللي تحسب لي في علاقته بالكنيسة اللي كلنا عارفينها. اللي أعتقد إن إحنا متجمعين النهاردة علشان نعمل دعاية للرئيس السيسي غلطان لسببين. السبب الأولاني، الكنيسة لا تعمل في السياسة، والسبب الثاني إن الرئيس السيسي لا يحتاج إطلاقا في وجهة نظري لدعاية. إنجازاته وأعماله طول الفترة اللي فاتت هي خير وسيلة تتكلم عنه أكتر من كلام ربما يكون ملوش لازم. كمان اللي أعتقد إنه الانتخابات القادمة مش مهم نشارك فيها لأنه الموضوع محسوم، يبقى غلطان جدا. اتكلمنا الليله دي عن اهميه المشاركه الايجابيه في الانتخابات، وحثينا الحضور كلهم على اهميه ان هو يكون امين على صوته وعلى ان هو يشارك في العمليه الانتخابيه من اجل اعاده بناء الدوله المصريه، من اجل محاربه الارهاب، من اجل التنميه، ومن أجل إيجاد فرصة العمل لكل مواطن ولكل شاب متطلع للمستقبل وللحياة. ولم نكن ندعو لدعاية انتخابية لشخص معين، ولكن كلنا التقينا على أن احنا لابد من تكميل المسيرة اللي بدأها الرئيس السيسي في 3/7 سنة 13 لحد النهاردة، والمجهود الكبير والإنجازات العظيمة اللي تمت في مصر في الأيام الأخيرة، وكانت روح طيبة جدا، وكان كل الحضور يعني متجاوب على أهمية إن هو ننزل ونقول رأينا والعالم كله يسمع أصواتنا. كانت أمسية طيبة جدا، والروح كانت جميلة، وإن شاء الله يبقى في تجاوب من الناس في الانتخابات. شكرا جزيلا. الرئيس يتحمل كل الصعوبات ويتحمل شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن الرئيس الوحيد اللي جاي بشعبية جارفة، الناس نزلت في الشارع كانت بتطلبه إن هو اللي لازم يخوض المعركة وينجح ويبقى رئيس لمصر في ظروف صعبة جدا. كان عنده اختيارين، يا إما يمشي بنفس الطريقة اللي مشي قبله بيها، الدعم وعدم تعويض الجنيه وكل الإصلاح الاقتصادي اللي حصل. وأنا الحقيقة النهاردة أنا سعيد بتواجدي في الكنيسة المصرية في المركز الثقافي القبطي الهولندي، أني أجي وأشوف بنفسي أحد فعاليات المركز الثقافي القبطي، وبشكر الأنبا رساني. ندوة مهمة ثقافية حول الانتخابات الرئاسية في مصر، وحقيقة إحنا كسفارة بندعم مشاركة الجالية المصرية في هولندا في الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن المتنافسين. دي عملية بنهتم بيها لأنها تعزز مش بس توعية الجالية المصرية بحقوقها الدستورية في المشاركة السياسية، وأحد أوجه هذه المشاركة السياسية هي التواجد في الانتخابات والتعبير عن صوتهم في الانتخابات. إنما مثلما عبر الشعب المصري في عام 2014 وخروجه بهذا الحشد للتصويت على استقرار مصر، التصويت على بناء مصر، التصويت على استكمال مسيرة خريطة الطريق السياسية، أنا بدعو الشعب المصري في هولندا وبدعو وبشكر الكنيسة وبدعوها أنها تستمر في حشد الجالية للمشاركة في الانتخابات، لأن إحنا
دي انتخابات حول مصر، حول استقرار مصر، حول بناء مصر، حول استكمال ما تم بناؤه اللي تم حقيقة كتير. البعض لا يدرك في قد ايه في فترة قصيرة مصر وقفت على رجلها. احنا كنا في فترة عصيبة جدا ما قبل 2013 ولكن لا يعلم مداها الا الله. وعندما ننظر على موقع مصر الذي تبوأته في المنطقة، عندما نرى ان مصر اصبحت ركيزة الاستقرار في منطقتها، ما اصبح نرى مصر ونحن متواجد وانا كسفير متواجد في اوروبا، كيف ينظر العالم الاوروبي والاتحاد الاوروبي الى مصر كمدخل لحل الازمات. فانا بدعو ان احنا نستكمل هذا على المستوى الشعبي ونشارك في الانتخابات. احنا كسفارة متواجدين، قنصلية متواجدة، مثلما ذكرت النهاردة سنقوم بتذليل كافة المصاعب. استمعت الدكتورة مارجت عازر وبشكرها ان في بعض الطلبات الخاصة باستخراج ارقام البطاقة القومية سنتواصل مع وزارة الداخلية، وهناك وفد من وزارة الداخلية موجود في ايطاليا سندعوهم للحضور لاستخراج البطاقات، والسفارة في خط ساخن مفتوح طول الوقت والقنصلية. وكن سعيد ان احنا يعني نزل لاي مصاعب ونستجيب لاي طلبات حتى كانت على مستوى الفردي. بشكر حضرتك. احب اقول ان انا حاسه بعظمه مصر من خلال حب المصريين اللي موجودين هنا. مش اول مره اجي هولندا، لكن انا بجيها بعشق وعشق فيها من المجموعه اللي موجوده. بحس بان انا ما خرجتش من مصر بامانه. يعني سيدنا عامل جو رائع جدا. انا بحس ان انا ما سبتش مصر ولا ثانيه. مدارس الاحد، تجمع الاحباب والاخوه، بحس انكم بتتعاملوا مع بعض كاسره. ويمكن انا لما كنت في روما في الحقيقه اشدت قوي بالجاليه في هولندا، وقلت ان انا تعاملت معاهم وحسيت انهم بيحبوا بعض وعملوا مجتمع تعيشوا فيه بحب شديد جدا، واسر بالكامل عارفه بعضها، بيتلموا في مدارس الاحد، بيتلموا في الاعياد. وبفخر جدا بان سيدنا عامل ده معاكم وبحسدكم. سعيده جدا وانا في وسطكم وشايفه حبكم قد ايه لمصر، وان انتوا مهتمين بكل قضايا مصر، شغوفين انكم تعرفوا كل اخبارها، متابعين اخبارها اول باول. فخوره بيكم جدا وفخوره ان انا مصريه. المصري مهما يروح في اي مكان لكن حبه لمصر دايما في قلبه. شفت الدموع في عينين الناس وهي بتغني لمصر، خلتني دمعت. شايفة قد ايه فرحانة ان وهتنزل وهتشارك وقد ايه هما بيحاولوا يقولوا ان احنا عايزين نساعد مصر باي شكل، وده حاجة بتفرحنا جدا جدا. واحنا عارفين ان انتوا قلبكم وحياتكم وعقلكم في مصر، لان اهلكم في مصر. ومصر فعلا عارف تربي ولادها صحيح. انا سعيد جدا، سعيد ان الواحد بيشوف المصريين كده. وزي ما قلت في الكلمة بتاعتي، انا لأول مرة بحس ان المصريين برا ربما نتيجة بعدهم عن مصر بيحبوا مصر وبيخافوا عليها اكتر من احنا اللي قاعدين كل يوم بنتكلم في مشاكل مصر. انا كان هاممني النهاردة انه نتكلم مع الناس ونسمعهم، وهاممني اكتر ان نقول لهم شاركوا، احنا صوتنا هو ده المهم، هو ده اللي هيصنع البلد. انا مش بكسف ان اقول انه اللي مصر وصلت له ان يوصل فيها حكم الاخوان في مصر، دي كانت نتيجة خيبتنا وضعفنا وخوفنا اللي كان افتراضي وما كانش حقيقي. لكن لما كلنا اتجمعنا، كل المصريين المسيحيين المسلمين اللي بيحبوا البلد بجد وخايفين على البلد بجد، لما اتجمعوا في 30 يونيو البلد رجعت لنا. صوتنا كل واحد ليه قيمته، وصوتنا ده هو اللي بيصنع المستقبل.